إذن كما قالت بالفعل هناك حضور كبير من طرف القارئ الجزائري من طرف الجزائريين لرفوف الصالون ذوي الكتاب لاقتناء إن صح التعبير الزاد المعرفي. مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم في هذا النقل المباشر، ويحضر معي الآن السيد أحمد ماضي كاتب ورئيس نقابة الناشرين الجزائريين. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. نعم أحمد ماضي رئيس النقابة الوطنية لناشر الكتب. نعم. أسنان ومدير العام لدار الحكمة. جميل سيدي الكريم، ربما اليوم كانت هناك زيارة خاطفة من طرف وزير الثقافة سيد عز ميهوبي وزير الثقافة المصري، أيضا كانت هناك جولة في بين رفوف الصالون ذوي الكتاب وتوجه مباشرة إلى الجناح المخصص لمصر باعتبارها ضيف شرف. كانت هناك محادثات على الجانب من أجل الحديث عن استثمار والمضي قدما فيما يخص النشر وصناعة الكتاب. أيضا ربما مصر نعرف أن لها تجربة فيما يخص هذا الشأن، نحن في الجزائر بحاجة لاستفادة من التجربة المصرية والمضي قدما في هذا المجال. أكيد دولة مصر عندها تجربة كبيرة في في ميدان النشر، مثلا مصر وبيروت معروفين، هذه البلدان العريقة اللي عندهم خبرة كبيرة في صناعة الكتاب. لكن نحن في الجزائر ما ننساش أولا أن الجزائر مرت على عشرية سوداء اللي ما خلاتش النشر يتحرك أو تتطور صناعة نتاعو. لكن بداية من 99 منذ مجيء السيد فخامة رئيس الجمهورية، أولا هو من عشاق الكتاب وأعطى دعم كبير فيما يخص صناعة الكتاب. نبداو من لاني دالجيري اون فرانس، بعدين الجزائر عاصمة الثقافة العربية، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، إلى هذه التدهورات اللي حركت يعني خلقت حركة النشر وتطورت تطور النشر في الجزائر من حيث الطباعة ومن حيث المحتوى، يعني خلق فيه تنافس كبير بين الناشرين، وهذه هي الحاجة اللي تفرح لأن التنافس راح يحسن حركة النشر. ولهذا احنا كرقابة دائما نكرروا الآن لازم الاستثمار الحقيقي في صناعة الكتاب. والصالون الدولي في الجزائر اليوم باعتباره أصبح يعني مكانته اليوم عربيا أصبحت في المرتبة الأولى وحتى إفريقيا، علينا أن نغتنم هذه الفرصة ونغتنم هذا الصيت الذي قدمه ربما صالون دولي الكتاب للقارئ الجزائري ولإنتاج الفكري في الجزائر. أكيد احنا ما ننساش اللي راه وصل صالون الدولي للكتاب في طبعته 21. نعم 21 هذه ما جاتش بسهوله، هذه صحيح. من تضحيه الناشرين اللي ضحاوا يعني، وكاين دعم من جهه وكاين نضال من جهه اخرى اللي باش وصل لهذا الصالون في طبعته 21. الان اصبح الصالون الدولي للكتاب هو نقدر نقول عالميا في العالم العربي، حتى في العالم هو الثالث مرتبة عالمية. نعم في الثالث، يعني هذه حقيقة ما لازمش نغطيوها. الآن لازم نغتنم احنا الفرصة كيفاش نطوروا صناعة الكتاب. بالفعل يعني كفانا، أنا قلت لهم كفانا هدرة صناعة الكتاب. أولا لازم نخموا نفكروا بجدية كيفاش نسوقوا الكتاب. الآن الدولة دعمت لكن ما يكفيش هذا الدعم، لازم نبرك كيفاش نفكروا باش نصدروا الكتاب إلى الخارج. نقطة ثانية، لو نلاحظ درك في الصالون زملائنا الناشرين، نعم، والحاويات اللي يجيو من مصر أو من لبنان أو من سوريا للجزائر، علاه ما نكونوش كيما هما درك باش نصدروا الكتاب إلى الخارج؟ احنا فيه عراقيل، فيه عراقيل من وزارة التجارة، نعم، من وزارة المالية، أنه ربما نحن أمام حتمية اليوم تضافر الجهود من مختلف القطاعات في الجزائر، مختلف الوزارات من أجل تسهيل مهمة الناشر في الجزائر. ما نحملش المسؤولية لوزارة الثقافة، نعم، لأن وزارة الثقافة ما تقدرش وحدها تصدر الكتاب أو مجموعة من الوزارات اللي لازم كاين قوانين ممكن تتنحى تغير نهائيا. الآن باش نصدروا الكتاب إلى الخارج هو فيه قانون كما تصدر البطاطا مثلا. نعم الكتاب كتاب وسلعة أخرى سلعة أخرى. الكتاب معروف عالميا
بعد ما تصدر الكتاب سنة كاملة باش تخلص باش تدخل الفلوس هذيك التحويل تاعهم. أما لابونك هنا تفرض عليك مثلا في 90 يوم لو ما يدخلوش لما يتمش التحويل يغلقوا لك الكونت. نعم. يعني هذا موش سمح لي، هذا قانون قديم لازم التغيير. لا رانا في 2016 ورانا نقولوا باللي كاين تقشف. نعم. وانا الحاجه اللي ناكدها للجمهور او للدوله او لاي واحد، الكتاب الجزائري مطلوب في الخارج، مطلوب عنده طالب وعنده سوق كبير. نعم. ولكن لازم ميكانيزمات. نعم نعم سيدي. لكيفاش نتمنى أن كل هذا الكلام يؤخذ بعين الاعتبار من طرف السلطات الوصية، وكتاب الجزائري يصل إلى أبعد مدى، وهذا في صالح الاقتصاد. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. أعتذر فقط منك لأن الاستوديو المركزي يطلب الخط بسبب أذان المغرب. إليكم الكلمة.